نقطة، ثم اتحاد تطاوين في المرتبة الثالثة ب 18 نقطة، المرتبة الرابعة نادي الصفاقسي ب 16 نقطة، 16 نقطة أيضا للملعب التونسي لهنا محمد علي بن رمضان في مناطق الجزاء، وزع ترجع لمعتز الدام، معتز الدام تسديدة، معتز الدام والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. ممتاز جدا، ممتازة جدا تسديدة معتز الدام، ما لقالها حتى حل التسديدة هذه، خامس تسديدة مؤطرة للترجي الرياضي التونسي المرة هذه في شباك مكرم البديري بعد تصديه لأربعة تسديدات مؤطرة. مكرم البديري يهزم أمام التسديدة القوية، دوزيام بال ياخذ كورته معتز الدام، وتسديدة قوية تسكن في شباك الحارس مكرم البديري، وافتتاح النتيجة للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني.